سهل. برافو عليكم، عملوا مثل ما اتفقنا. برافو، يلا هلا برافو. هيك كثير منيح. وقفوا بالترتيب منيح، صار عندنا مدرسة جديدة. وقفوا منيح. صفوا ورا بعض، صفوا ورا بعض. يلا يلا يلا، القائمة كان جاي مو حلوة، بدي نظام ماشي، بدي يوصل تصفيقكم للسما مثل ما اتفقنا. حاضر. اسمعوا يا اولاد، عم يقول انه جاي لحتى اول ما بيوصل. ماشي يلا ماشي، اتفقنا. عم شو عم تعمل عبده؟ المدرسة جهزت، واليوم جاي القائم مقام لحتى يفتتحها. ليكو عبده شو فرحان. قلت لي القائم مقام جاي؟ اي نعم، القائم مقام رح يجي هلا. القائم مقام جاي مشان راعي مثلك. عجيب. وصل القائم مقام، وصل القائم مقام. الحمد لله عمه، وصل والله وصل، عن جد وصل. وصل يلا صفوا بسرعه يا اولاد، صفوا صفوا مثل ما قلتلكم، مثل ما قلتلكم. يلا قوام يلا، هي هي سيدنا. يلا يلا مثل ما انكم شايفين. وصل. يعطيك العافيه. شكرا شكرا. مرحبا مرحبا. يا هلا. اهلين اهلين. مرحبا. يلا خلي هالولاد يتعلموا. اهلين. هذا هو عبده. مرحبا. اوه شكرا. اهلا حضره القائم مقام، شرفت. شرف شرف. اهلا وسهلا. يلا وين التصفيق؟ زعفوا زعفوا. يلا بكلميت. اهلا نورت. منيح منيح. اهلا اهلا اهلا. وهي خدامك عبده. انت الراعي عبده مو هيك؟ الكل حكالي عن الشيء اللي عملته انت كرمال المدرسه. هذا واجبنا سيدي، هذا واجبنا. لك قال خلصت المدرسة لحالك. شرفت. عفوا سيدي منك، معقول هالشي؟ أنا كنت سامع دايماً، مو هيك لك عبدو؟ أنت وياه هاتوا هالصناديق حطوهن هون. عندك عندك، إيه حطوهن هون. إيه إيه تمام تمام. ترى شو في بهالصناديق؟ إيه هدول شوية أغراض طلبتهم الأنسة زينب للمدرسة. الله يكتر خيرك يا سيدنا. مرحبا، أنا الأنسة حنان بنت المختار. أوه ما شاء الله ما شاء الله. أنا كمان كتير تعبت مع عبده بالمدرسة. يعطيك العافية يا حنان. شكرا شكرا. عبده تع مسيك، من حقك تفتتح المدرسة. يلا. بس ما بيصير. بيصير بيصير يعني يا سيدي. يلا عبده يلا لشوف. يلا يلا عليك يا عبده. افتتحها. صحيح، قولوا لي وين الأنسة زينب والدكتور طارق؟ مو شايفه هون، وينهم؟